حيم مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر والتحديات على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات بدانة الدنيا دبي، ضمن انطلاقات هجن أبناء القبائل في مهرجان سمو ولي عهد دبي مع عاشر الأشواط والانطلاقات في أمسية هذه الليلة في انطلاقات الحولي والزمول. ننطلق مباشرة مع هذه الأسماء، مع هذه الشعارات الحاضرة والمنطلقة، مع كل الانطلاقات والتحديات. أتقدم مع الصدارة، مع المقدمة والمركز الأول، أتابع الصدارة مع الشامخة على المركز الأول، محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي من يأتي ويقدم الشامخة على المركز الأول، اليمامة على المركز الثاني لحمد بن عبد الله بن خزام العامري والمركز الثالث. الوصول التقدم من تاهية القادمة بشعار حمد بن راشد بن حمد بن غدير المركز الرابع، مزنة لعلي بن عتيج بن علي بن راشد الاشتبي المركز الخامس. الوصول من سلهود زايد بن حمد بن علي العويسي من ياتي ويقدم سلهود. الوصول من مشعل القادمة صالح بن خيري بن مسلم الجنيبي ينطلق على المركز السادس. سابع الاسماء، سابع المراكز هذه اللي حضرت معاني لسعيد بن منانة بن غدير الاجتبي القادم مع معاني على المركز السابع. ثامن المراكز انتصار لصالح بن بني بن صالح الهرفي البلوي يأتي في هذه اللحظات بن بني البلوي ويقدم انطلاقة انتصار. والقادم من تبوك الورد الفايزة أحمد بن محمد بن حمد بن معيوف العويسي وصل مع الفائزة. والمركز العاشر هذه شباب لسيف بن علي بن راشد بن كليب وصل بن كليب ويقدم انطلاقاته وتحديات القادمة. شباب القادمة على المركز العاشر، هكذا هي النتيجة. وندان الأول للعشر المراكز الأولى المنطلقة مع هذه الانطلاقات، مع هذه الاندفاعات المسائية على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. أعود إلى الصدارة، عودة مع البداية مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. سكان المقدمة قمة المسار تحمل شعار حمد بن عبد الله بن خزام العامري من بدأ في هذه اللحظات يتقدم ويقدم اليمامة على المركز الأول وعلى الصدارة والمقدمة المركز الثاني. قادمة معاني سعيد بن منانة بن غدير من يقدم معاني على المركز الثاني. المركز الثالث وتابع مزنة لعلي بن عتيج بن علي بن راشد الاكتبي القادم على المركز الثالث. شعار بن خفية القادم على المركز الثالث. المركز الرابع تاهية القادمة بشعار الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي القادم على المركز الرابع. المركز الخامس وتابع مشعل القادمة صالح بن نخيري بن مسلم الجنيبي القادم في هذه اللحظات مقدما مشعل على المركز الخامس. سادس المراكز انتصار القادمة صالح بن بني بن صالح البلوي يأتي ويقدم انتصار على المركز السادس. سابع المراكز الفائزة لحميد بن محمد بن معيوف العويسي وصل العويسي ويقدم انطلاقة الفائزة. الوصول التقدم على المركز الثامن
هذه الريم، الريم القادمة، راشد بن عبيد بالهلية الهاجرية، من يقدم الريم؟ أول ندى للريم، وتابع الأسماء الواصلة والقادمة في هذه اللحظات، لحظات دائما يترقبها كل المتابعين والمتيمين، وتابع الوصول والتقدم من قبل مهمة، مهمة ومانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي بقيادة علي الزرعي في عملية التضمير والتدريب. وتابع المركز، المركز العاشر، المركز العاشر بن كليب القادم مع شباب سيف بن علي بن راشد بن كليب ممثلها للمدام، والأربعة كيلومترات غادرناها في هذه اللحظات. وتابع أسماء قادمة، شعارات قادمة خلف العشر المراكز، ولكن بعود مع الصدارة، بعود مع المركز الأول. هذه اليمامة، هذه اليمامة على المركز الأول وعلى الصدارة. والمقدمة حمد بن عبد الله بن خزام، بن خزام العابري، من يأتي ويقدم اليمامة على المركز الأول، المركز الثاني. معاني القادمة، معاني الواصلة المنطلقة بشعار سعيد بن منانة بن غدير آل اشتبي القادم، راعي ثقافة قادم، يقدم انطلاقة معاني على المركز الثاني، النقلة إلى المركز الثالث. وأتابع في ثالث المراكز الوصول والتقدم من مشعل القادمة، صالح بن نخيري بن مسلم الجنيبي، من يقدم مشعله. ومن الجانب الآخر أتابع الفائزة لحميد بن محمد بن معيوف العويشي القادم، وصلت مهمة، مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي على المركز الخامس، يقدم مهمة مع كيلو الغابات والثلاثة كيلومترات المتبقية عن خط النهاية عن ناموس هذا الشوط. وتابع الأسماء القادمة، الحذرة واصلة، أول ندى للحذرة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، قادم عاشق السلالة الشاهينية، قادم بمانع، يقدم الحذرة والوصول من قبل القادمة في هذه اللحظات مع الريم، 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 راشد بن عبيد بالهلية، وصل الهاجري مع انطلاقة الريم وتحديات الريم على المركز السابع. ثامن المراكز انتصار لصالح بن بنية بن صالح البلوي، وشبابة وبن كليب، وشبابة وبن كليب القادم المقدم، انطلاقة شبابة القادمة مع هذه الانطلاقات، سيب بن علي بن راشد بن كليب. وأول ندى لخواطر القادمة، خواطر الواصلة، حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان، بن عويضان العامري، وبقيادة أحمد بن راشد الغيلاني في عملية التضمير والتدريب. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء بعد المنعطف الأخير في مضمار المرموم، في مضمار الثمانية كيلومترات عشر الأشواط لمن، والثنين كيلومتر مدرج الهبوط تدريجيا إلى خط النهاية إلى ناموس هذا الشوط. معاني، 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 معاني غيرت، معاني على المركز الأول سعيد بن منانة بن غدير آل اشتبي، من يقدم معاني على الصدارة، مهمة القادمة، مهمة الواصلة، مانع بن علي بن محمد بن حماد بن حماد، شعار حطين صاحبة كأس الكؤوس في يوم الثنايا بقيادة علي الزرعي، بقيادة المضمر، من قدم الأسماء العديدة مع هذا الشعار. وتابع المركز الثالث، الوصول من الريم، 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 راشد بن عبيد بالهلي الهاجري
يقدم ريم، ينطلق مع ريم على المركز الثالث، وعاشق السلالة الشاهينية قادم مع الحذرة خليفة بن سلطان بن رشيد، وصلت انتصار لصالح بن بني بن صالح البلوي، قادمين أهالي تبوك، والقادم قادم الشامخة محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي بقيادة الهداف هادم بن عفصان، وصل بن عويضان خواطر حمد بن محمد بن سيل بن عويضان، نشوى نشوى قادم فيصل بن عبد الله بن صلاح الجهني، أول ندى لشعار الجهني، والقادم الفايز لحميد بن محمد العويسي، ولكن بعود بعد الكيلو متر الأخير، أعود إلى الصدارة، أعود إلى بن منانة، أعود إلى بن منانة وإلى بن حماد وبن عويضان، بن عويضان بن عويضان القادم، والقادم القادم مع نشوى فيصل بن عبد الله بن صلاح الجهني قادم على المركز الرابع، ولكن روع له من يقدم انطلاقة مهمة والشوط مهم في مهرجان سمو ولي عهد دبي، في مهرجان أبو راشد، في مهرجان أبو راشد، ها هي مهمة الأربعمائة متر الأخيرة، وبن عويضان قادم على المركز الثاني، وبن منانة على المركز الثالث، ولكن خلاص قالت باي باي، روحت مهمة، روحت مهمة مع هذا الانطلاق ومع هذا التحدي. تهانينا والناموس لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي على فوز مهمة بهذا الشوط، ومشكور يا علي الزرعي من تابعها في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي. تهانينا والناموس إلى العاصمة أبوظبي. المركز الثاني، وصلت على المركز الثاني معاني لسعيد بن منانة، المركز الثالث من حافل منصور بن سعد بن قذلة، الرابع خواطر لحمد بن محمد بن سيل بن عويضان، والخامس الحذرة لخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. هكذا هي النتيجة، هكذا هو التحدي، هكذا هي الإثارة دائما مع هذه الانطلاقات والتحديات. عودة مع التوقيت ولحظات وصول مهمة، 12 دقيقة 34 تسع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مهمة مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، المركز الثاني، المركز الثاني. وتابع 12 دقيقة 39 أربع أجزاء من الثانية، هذه معاني لسعيد بن منانة بن غدير الاشتبي، المركز الثالث. نتابع شعار منصور بن سعد بن قذرة الإحبابي مع